فضيلة الشيخ عطية صقر، نقرأ ونسمع أيضا أن هذا الحكم عند أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فمن هؤلاء الذين تنسب إليهم الأحكام؟ نريد تعريفا موجزا عنهم وعن طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية. أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، أخذ الفقه عن حماد ابن أبي سليمان، وسمع من علماء التابعين أمثال عطاء ابن أبي رباح ونافع مولى عبد الله بن عمر، وكانت طريقته في الاستنباط كما حدث عن نفسه قال: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم أي النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وأمثالهم فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وكان يعتمد كثيرا على القياس والاستحسان، وسميت مدرسته بأهل الرأي. توفي ببغداد سنة 150 من الهجرة، ومن أصحابه أبو يوسف وزفر ومحمد ابن الحسن والحسن ابن زياد. أما مالك فهو مالك ابن أنس ابن مالك صاحب الموطأ، ولد بالمدينة سنة 93، أخذ العلم عن عبد الرحمن ابن هرمز وربيعة الرأي، كما أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري، وكان يعتمد في فتياه على كتاب الله أولا ثم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبيرة، ثم القياس، ونسب إليه العمل بالمصالح المرسلة أي التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين. توفي سنة 179 من الهجرة. أما الشافعي فهو محمد ابن إدريس ابن شافع صاحب الأم، ولد بغزة سنة 150 من الهجرة، ورحل إلى مكة وأخذ عن شيخها مسلم ابن خالد الزنجي، ثم تلقى عن الإمام مالك بالمدينة، واطلع في بغداد على كتب فقهائها، وانتهى به المطاف إلى مصر، وتوفي بها سنة 204 من الهجرة، وهو الذي كتب كتبه بنفسه وأملاها على تلاميذه، وأساس مذهبه مدون في رسالته الأصولية، فهو يحتج بظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة غير الظاهر، ثم السنة التي دافع فيها عن العمل بخبر الواحد الثقة الضابط ما دام متصلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف، لأن العلم بالإجماع في نظره غير ممكن، ثم القياس الذي له أصل معين ولم يكن متحمسا للاستحسان والمصالح المرسلة. أما ابن حنبل فهو أحمد ابن حنبل بن هلال صاحب المسند، ولد ببغداد سنة 164 من الهجرة، سمع أكابر المحدثين مثل سفيان ابن عيينة، وروى عنه البخاري ومسلم، وتلقى فقه الشافعي ثم اجتهد لنفسه، وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخبر الواحد ما
من غير شرط متى صح سنده، وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس، وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه، وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن. توفي ببغداد سنة 241 من الهجرة. وهناك مذاهب أخرى درست، من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة 157 هجرية، ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، ومذهب داود الظاهري المتوفى سنة 324 هجرية. والله أعلم.